كنتوا رايحين للشيخة عزيزة تعملوا ايه؟ العين على مين؟ عين ايه ومين ايه؟ ده البت لما مؤاخذة كانت بعافية شوية فخدتها لعزيزة ترقيها. العين على مين في بيت الشربيني يا لولا؟ على جهادي خالتي. البت دي بتخرف والنعمة بتخرف. ده هي راكبها جن. بنت الجن راكبها جن. صدق انت شربات. بس اقول لك على حاجه، الجن اللي على بنتك ده كيد جهاد، ده اجدع واحد فيك يا سيده. وهو احنا قد بيت الشربين ده؟ احنا غلاب. لا احنا مش غلابه، وبعدين انا من حق اختار اللي هتجوزه. ايوه كده، هو ده الكلام. السنيوره دي تقعد وتشاور وتختار، بس عشان ننول المراد لازم نعرف هنحط ايدنا في ايد مين. وهو انا هلاقي حد احسن منك يا خالتي احط ايدي في ايده؟ قولي لي وانا امشي على هواكي. وهو عبد الهادي هيوافق ان ليلى تتجوز ابنه؟ الله، هو ده بقيت حد لو جهاد باله انشغل مين يقدر يقول له لا؟ والعشق ده سلطان ملوش كبير، اسأليني أنا يا استقدرية. المسألة بقى حايزة شرح عشان أفهم. اللي تقولي لي عليه هعمله يا خالتي. شوفي بقى يا لولا،